السلام عليكم أخوتي، تحياتي للجميع ومرحبا بكم كاملين مع أول قائمة الأخيرة. تحياتي لكم، وكنطلب منكم الاعتذار على الغياب ديالي، الغيب عليكم عارف راسي. المهم أخوتي تحياتي لكم، واليوم غنهضروا على بعض ضوابط القواعد ديال التغريد الوداني اللي في القناة ديال تغريد الحسون المراكشي الأصيل. غتلقاو لوليان ديالها في الوصف، خد كلشي دخلي تابون هنايا، حنت كاين ما يدار في هاد لاشين هادي، واخا مولاها مبقاش كنحط فيها. تبارك الله عليك خويا حسن، حط لينا خويا نستافدو خويا. المهم تحياتي للجميع ومرحبا بكم، وكنبقاو في هاد الشرح ديال الأخ خالد سليم، تحياتي ليه من هاد المنبر، وكنتمناو يكون بصحة وعافية، والله لقينا معاه في شي ساعة ديال الخير. كنت سنتو الخوت ديك الموضوع هنا هو المسائل اللي تستحب تتنا وكاينه اللي ما تستحبش تتنا. على سبيل المثال ملي تنقولوا نقولوا حنا بوسيدي بوسيدي لو سبات 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 سبات، طولت عليكم الخلاص. مرحبا اخويا خالد. صافي ما يمكن ليناش نتنيوها، وما يمكن ليناش نزيدو فوق منها شي خرج. المهم اخوت هنايا قلت لك اللي بغى يوصل لكم اللي كتسمع التشاو، الناس الاخوان ديال مراكش يقولوا التشا، وحتى حنا كنقولوا التشا. المهم هذيك التشاو خاص يتهز فوق منها والو، فهمتي؟ اللي قال التشاو صافي خاص تما الطير يحبس، عادي يهز شي خرج اخر. هذا قفل، هادو القفوله عندك تشاه من اللعبات اللي تلك فيها قفل ما تستحب تخرج يتزاد عليه شي حاجه. انا نقول لكم الاخوان مغ الطائره مقرين الحسن المراكشي بزاف، يعني راه ديال اذا بغينا نتكلموا على هذا الا ما نعطيش شي درسي على هذا الكلام هذا راه بخصنا ليها الاخوان بزاف، ولكن حنا غادي نقولوا هي مختطفات. متى تقول تشاع ما خصك تقول تا كلمه، ما نقولش تشاع لا 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 ولا تشاع تبات تباتي لا. متى توضع تشاع الاخوان ما تدقاش من وراه والو، ولكن متى نقول ول 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 سبات 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 سباتي، يعني هذا قفل الغزال اللي تيسوى القيمه عندنا في البلاد، هذا تيستحب تقول فوق منه سبات 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 سباتي را 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 تشاع ولا تسبات. ما فهمتش والو اخوت، اشوفوا فيا انا تسمنتو. المهم فهمتوا القوت المغزل اللي بغا يوصل لكم اخ سي خالد سليم، اللي كنسمعوا شي باش باطي ماشي باتيه اللي هي كبيره، فهمتي؟ بحال كما قال هنايا، فهمتي؟ كتبقى كتبقى كتبر سبات سبات سباتي، الا تهزت فوق منا شي حاجه وتوقف المتشاه دايزه ومقبوله وكتنوطه، ولكن الا قال تشاه عاد هز سبات سبات سباتي ما كتحسبش ليه، ما كيتنقص عليها ما كيتحسب ليه، فهمتيني؟ كيتسناو الطوير اشناو غادي يكون. سبات 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 سباتي سباتي كرا 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 تشاهد على سبيل المثال، ولكن متى تقول سبر تشاه ما بقيت تقول راه 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 ولا حاجه، لا تشاه قفل منضبط ما تتزاد في النوم والو، الى الضبط تشاه تشاه في التحكيم ما تتسينيش ليه ما تتقيد ليه، تقدر تنقص ليه على تشاه تشاه، لانه الا كان تيخسر تشاه تيولي تتسنى تشاه تشاه الطبيب الفرق الطبيب. بغيت نقول لكم انا هذيك تشاه تشاه الا قالها بزاف الطير اللي كنقول احنا دوبليه دوبل تشاه، فهمتيني؟ كاين الطير كيبجع كما كنقول احنا، كاين الطير كيقول تشاه تشاه، فهمتي؟ ماشي تشاه، تشاه تشاه هو تحبس، فهمتي؟ ما يتهز فوق منه والو، تا فقان ديال الكوبية طير اللي كيضرب واحد خرج وكيضرب تشيوا ما خاصش يهز فوق منه والو. الودانية لا، الودانية عندنا الباتيات يقدر يهز فوق منه الطير، والتشاه التامة لا، بيضرب تشاه ما كيتهز من وراها والو. تسمى تجاع تجاع، إلا قال تشاه تشاه هنا تتسمى خسرها، الا قالها زوينه ماشي تعطيبت ما والو، ولا ماشي تعصب ما خيبات وقالها زوينه بحال تنقول لك تشاه تشاه هكا رقيقه
تلبوح ولا الحسنيه ولا السميريش ولا سميتو عبد الله سراجين بزاف الطيور تيقولوا التساحات. الا قال التساح رقيقه هي ما مستحبش ولكن لا باس به الا ما قالهاش خايبه. ولكن الاخوان الا قال تروى 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 تروي ولا تبرا 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 تبري ولا تقولها 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 تقولي شتي هادو الى دبل هوم فمستحب تيطير تيتزادو فخر مي تيقول تقولها تقولي 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 ويجي تير سيدي محمد توماس تير بنيدار تحيه لسي بنيدار مي تنذكرو الطيور تنذكرو موليهم الفراعنه. الطائر بنيدار كان تيهضر في السقف شادو عند البلومبو سميتو. المهم اختصار مي تيقول تيبرس تيبرس تقولها تقولي مستحب يقول سبولا 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 واه على ستر ملي كيجيش وكيف قلنا تيكون عنده فراخ تبدا تيقول سبولا 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 سبولا. اسمح لي الاخوان نكمل لكم الكلام على هذا. فكي تنقولوا هادو الثلاثيات بالنسبه للبارين هما حنا تنقولوا لهم القطعات طاوليه طرق القلاوات. وملي تيقولها الاخوان طويه ثاني نقولوا على سبيل المثال كسره كسري ثاني كسره كسري ثاني كسره كسري كسري كسره كسري 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 لا 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 تشع ولا تشريج بطاطا هاد الماركه تاع تورا تشريج بطاطا كانوا تيقولوا كسره 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 كسري كسري لا 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 تشع. يعني الثلاثيات مستحبين يتضبلوا وتقال فوقهم دوم راه باجباطيات ما يتضبلوش باجباطي تاع هي ما تضبلش ومستحب تقول فوقهم راه راه تشع. اما بالنسبه للاخوان كاينين دابا الطويرات الطوكر حنا ديك الساعه الطويرات الطوكر كنقولوا ولاد الطوكر كنقولوا ولاد الطوكر حنايا اسيت علينا حنا طلع لي ولاد الطوكر حتى حنا تعني ولاد الطوكر هو باب الدباغ الغابه وجمو وجوارهما تاع روميتو حنا كنبقى المهم تنقولوا هذوك ولاد الطوكر. اما هو اي قد تمشي تصير تفي تقولوا ولاد الطوكر ولاد الطوكر هذاك القد تيقولوا هذيك الكلمه اي قنتي تسمى اوكر هذاك. ولكن هذه بلا قلت حنا مع كبرنا في هذا البلايص كبرنا تنقول لهم هذيك الكلمه هذه ولقينا الشيوخ تاعنا تيقولوا لنا هذيك الكلمه هذه. والطويرات البراني بحال الاولاد الاخر تيقولوا باجباطيات تيقولوا فوق منهم راه تشا وجاجاجاش تشا وتبرد تشا. ولكن بحال تنقولوا توغزا ولاد العشرة تيقولوا سبحان الله بحال ولاد توغزا يقولوا بركس 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 برد سبات سبات سباتي ما تيقولوا فوق منها والو ومالي لا ولا ول 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 سبات 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 سباتي. ولكن ولاد الوقر ديما تيقول تسفاد 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 تسبرت تسفاد 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 جا 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 تسفاد 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 كرا 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 تسع كسلا 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 تي تسبرت تسع. مون خوتي في التصوير هنايا هذا مولا العربي خليفه اللي ما كيعرفوش هو اللي سجل تقريبا معظم الاوقار ديال مراكش ومعظم الطيور اللي دازو مراكش. هذا السيد هذا الله يرحمه وكلشي يترحم عليه الخوت الناس اللي وثقوا تغالب مراكش فيها. سمعت الناس يقولوا تيات 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 انا الله اعلم ذاتي ذاتيات 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 نزلت الملحه تبدل داك الشيء على المناخ على الحومات. انا السي حسن مخنطر السي خالد سليم السي اسامه تحياتي اليوم كل حومه واش يقول واش يقول الملحه واش يقول باتيات واش يقول النزلات واش يقول باجباطي. هادشي اللي كاين والمعنى واحد هو باجباطي باجباطي تتحكم على النزلات وعلى الملحه وعلى كلشي. والطائر الا ما قالش ديك تي فلافينيسيون فلافينيسيون الا ما قالش تي ما تنقولوا ليش قال باجباطي نقولوا ليه قال خريج تاع البلاصه الفلان الفلانيه. ولكن ما تيجي طال باجباطي وتقطع ما تيقول باجباطي ولو يقول ولو يقول كتيبه كتيبه يبان يبان يزكني عار. اش قال دابا كتيبه كتيبه يبان يبان يزكني عار باتي ما قالش باجباطي. ولكن ملي تيقول كتيبه كتيبه يبان يبان يزكني عار باتي عاد تنقولوا راه قال باجباطي. تحياتي لخويا ويلا قال خالد سليم تغدا نقولوا قال ستي ولي 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 ستي ولي 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 ستي ولي 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 ما تنقولوش قال باجباطي ولكن تنقولو قال قطعت الحسنيه وتنحطو فيه في الثلاثيات قال قطعت الحسني تنقولو حنا المره الاخرى تنقولو ولا قطع حسني ولكن ماشي باجباطي ماشي نقول انا قال باجباطي هو ما قالش
ذاتي ما قالش لا فينيسيون، ولكن ملي تيقول ستيولي وليو ستيولي وليو 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 واي ثباتي واي ثباتي، حتى نقول هي ولاي باص باصي تاع التوض كذلك بركس 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 بر بركس 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 بر ثبات 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 ثباتي، ولا هو يقول بركس بركس بر ثبات ثبات ثبات، حتى نقول قال الاخر ايش تما دين بر، ولكن ما قالش مع باص باص، ولكن ملي تيقول بركس 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 بر بركس 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 بر ثبات 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 ثباتي، تنقول يا ودي راه كملز راه قال باتي فوق ثبات ثبات سبعة، كيف الخريج كله يتركي بركس بركس يتركيها وتت بربيرات يتركي ما سيت لبوع النار يتركي تقول كرر وزادارة مخنين تيعاودي قد تكلام يقول بر ثبات ثبات ثبات، واللي يترك عتا تقول ثبات ثبات وتقول ثبات ثبات وتقول قشفة قشفة. اسمحوا لي هذه النقطه هذه، بعض الاخوان اللي كيسموا ليك بوكس 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 سبات سبات سباتي اللي قالوا ديال الكانار، سمعوا سي خالد سليم شنو بغى يقول فيها هنا سبات سبات سبع، كيف الخريج كله يتركي بركس بركس يتركيها وتتبر فيرات يترك ماشي تلبوع النار يترك تقول كرر وزادارة مخنين تيعاودي قد تكلام يقول بر سبات سبات سبات، واللي يترك عتا تقول ثبات ثبات وتقول ثبات ثبات وتقول قشفه قشفه وتقول. والسلام عليكم ورحمه الله وصلنا لكم في يد الله لا تضيع ودائعهم. تحياتي لك خويا خالد سليم. اخوان كنتمنى الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم ومرحبا بكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، سوديكم الله، تحياتي لكم.